بصراحة احنا بالعراق نعيش في صراعات ليس بين الشعب وإنما بين الكتل السياسية المتنفذة، وهاي الكتل السياسية اللي تشتغل على مصلحتها ومصلحة نفسها لأن بعيدة عن مصلحة الشعب ومصلحة البلد، الهمهم الوحيد هو الكراسي وأخذ المناصب السياسية اللي بالبلد، وهذا نتيجتها تصير المصادمات بين الجهات الأمنية وبين الثوار أو الناشطين أو المحتجين المطالبين بحقوقهم العادلة ونقول المدنية. يعني الشعب همه الوحيد يريد وطن آمن مستقر مستتب يحافظ على نفسه من يعني الشغلات اللي نقول من ناحية الصحة، التعليم والصحة والخدمات، هذا اللي يطالب بها الشعب لا أكثر ولا أقل. بس مع الأسف إحنا الكتل السياسية المتنفذة هي ما تخدم شعبها ولا شيء، ونتيجتها تحصل مصادمات ونعطي شهداء ليس لهم ذنب.